خلينا نروح للزميل العزيز احمد حازم من مقر اقامه المنتخب التونسي. مساء الفل يا حازم، طمنا اخر الاخبار عندك ايه؟ برحب بحضرتك يا كابتن شوبير في البدايه طبعا، وبشكر حضرتك على المقدمه الرائعه. بالفعل كابتن شوبير احنا موجودين في مقر اقامه منتخب تونس. كابتن شوبير لو هكلم حضرتك في البدايه عن الحاله المعنويه للاعبي منتخب تونس، خليني اقول لحضرتك كابتن شوبير ان هي تحسنت بشكل كبير جدا وملحوظ خلال تواجدي هنا. يا كابتن شوبير شفت حاله معنويه اكثر من رائعه على لاعبي منتخب تونس، ويمكن ده برده كان اكده ألان جريس المدير الفني في المؤتمر الصحفي ان اللاعبين بالفعل اغلقوا صفحه السنغال وجاري الآن التركيز في مباراة نيجيريا. كابتن شوبير لو هنتكلم على الحالة البدنية، فيمكن ألان جريس كان بيتحدث ان اللاعبين بتسيبهم حالة من الإرهاق الشديد، يعني مباريات ورا مباريات، ويمكن برضو ده ايضا كان بيتحدث ان تلك الحالة البدنية بتصيب ايضا منتخب نيجيريا. كابتن شوبير لو هكلم حضرتك عن الحالة الفنية لمنتخب تونس، فمنتخب تونس تدرب اليوم في تمام الساعة السابعة، ولكن خليني اقول لحضرتك ان قبل التمرين كان هناك محاضرة فنية من جانب ألان جريس كان بيتحدث على الخطأ الشائع في منتخب تونس وهو استقبال الأهداف في الشوط الثاني. كابتن شوبير زي ما حضرتك عارف ان كل الأهداف اللي استقبلتها تونس كانت في الشوط المباراة الثاني، ولذلك ألان جريس كان بيطالب اللاعبين بأهمية حسم المباراة في الشوط الأول. خليني اقول لحضرتك برضو كابتن شوبير كان في واقعة مثيرة للجدل في المؤتمر الصحفي، يمكن واحد من الزملاء الإعلاميين كان بيسأل ألان جريس على البيان اللي نزله الاتحاد التونسي بغياب معز حسن حارس الفريق ويوسف المساكني، وكان ليه رد يعني اثار الدهشه على وجوه الساده الاعلاميين ان هو لا يعلم شيء عن هذا البيان. فطبعا بسيب لحضرتك التحليل هل دي يعني واحده من يعني الخدع الفنيه المشروعه في البطوله. كابتن شوبير اخيرا خليني اقول لحضرتك ان منتخب تونس غدا ان شاء الله هيرتدي التيشيرت الاحمر بصفته الفريق المضيف على ملعب السلام، ومنتخب نيجيريا هيرتدي التيشيرت الابيض بصفته الفريق الضيف. كابتن شوبير دي كانت ابرز الاجواء والكواليس هنا من مقر اقامه تونس. لو في عند حضرتك اي اسئله تفضل يا كابتن شوبير.